موعد إخباري رياضياتكم عبر قناة الأجواء، أهلا بكم مشاهدينا. بداية، شهد ملعب مصطفى تشاكر منذ الساعة الأولى من يوم الأحد توافدا غفيرا للجماهير من أجل اقتناء تذاكر حضور مباراة الإياب من الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم ضد منتخبي الكاميرون. هذا الثلاثاء الزميل عادل علاك كان متواجدا من أمام ملعب مصطفى تشاكر ورصد لنا هذه الأجواء. انطلقت صبيحة اليوم عملية بيع التذاكر هنا بملعب مصطفى تشاكر، حيث كان ذلك وفق شروط بسيطة كإظهار بطاقة الهوية وبطاقة التلقيح وكذا ثلاث تذاكر للفرد الواحد. المناصرين الذين توجهوا إلى ملعب دوالة ستكون أو ستخصص لهم التذاكر عبر نقاط وكالات أصفار سياحة الجزائر. سخرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذه العملية وفق ظروف حسنة. إذن كل التوفيق لكتيبة جمال بالماضي يوم في مباراة العودة يوم 29 من الشهر الحالي. كان معكم الزميل عادل علاك من البليدة. انا مازال ما رقدتش، راني جاي من باريكو محمديه وايطو ولد عمي سموه يدي شكاره. السلام عليكم، انا راني جاي من تلمسان. مدى بيكم تدوا وتدري في فالجيري. دخلنا بنيتو مليح بسم الله نربحوكم على الريتو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كاليفيكاسيون ان شاء الله